هاي رح نشوف مين هم الكولومز أو الفاريبلز اللي في أوردي ممكن ما أستفيد منهم خلال الأناليسيس تبعي، أو شو هم الفاريبلز. يعني دائما أنا كداتا أناليسيس أو داتا ساينس أو بزنس أناليست لابد إني أشوف أو أخذ نظرة تعمق للفاريبلز تعوني الموجودين عندي، وأقدر أقول مين هذا الفاريبلز اللي أوكي بناسبني يفوت معي على الموديل أو يفوت معي بالأناليسيس، أو ما بيناسبني أو ما بيأثر. طبعا مثلا نقول على الداتا سيت الموجودة عندنا، لو سألنا حالنا الاي دي هل ممكن فينا نقول أو هاي كمعلومة هل ممكن تحسن عندنا الأناليسيس بأي طريقة مثلا؟ الجواب هو لا، ما رح تحسن عندي، لأن أنا هلأ في خطوة أن أنا أعمل أناليسيس يوضح لي كيف سلوك بشكل عام، ما معنية بالاي دي تبعه. ولأني ما معنية بالاي دي تبعه بدنا ناخذ خطوة بعين الاعتبار اللي هي دروبينج، فأنا بدي أحذف هالإيت الاي دي هذا من الداتا سيت تبعتي. والدروب هاي هي عبارة عن ميثود اوريدي موجودة عندي بدي أبلش أعمل دروبينج عليها. بقول مثلا أعمل كود جديد سيل جديدة وأقول الدي اف تبعتي الموجودة دي اف دوت دروب الاي دي، تمام. لو بدي احذفها بهذا الشكل هيعطيني ايرور. الايرور هذا بيقول لي انت مش معرف الاكسس، او هو مش ملاقيها في الاكسس، فهو انت وين بتدور عليها. وهو لما تقول له انت هيك بهذا الشكل بروح بدور في الاكسس. الاكسس اللي بدور عليها او اللي باخذها باي ديفولت هي الاكسس اللي قيمتها صفر. بالتالي لما يجي ياخذ الصفر بعين الاعتبار ويعمل عليه يحذفه او يدور في الاكسس صفر اللي هو الطريقه العمودي هذا، بالتالي بالطريقه العموديه هو بلش يدور اللي هي في الروز، فما بلاقيها الاي دي بالروز. يعني بصير يدور هون 0 1 2 3، وهلا من 0 ل 999 ما فيها اي اي دي، بالتالي هو ما لقاها، لانه مثل ما حكينا الاكسس اللي هو لازم او لابد انه هو ينحط هون جنبه اكسس، تمام، كوما كده ونحط له الاكسس بيساوي. هلا لو احنا ما حطينا الاكسس هو بياخذها باي ديفولت الصفر وبصير يدور في الروز، لكن انا بدي احطها 1، تمام، 1 يعني يروح يدور عليها بالكولوم. فهو لما يروح يجي يدور عليها بالكولوم بلاقيها او هيها موجوده، فبروح بعمل لها دروبينج بحذفها. هلا نطبق ونشوف شو بيطلع معنا. واو، حذفها، لقى الاي دي في الاكسس وتم حذفها، تمام. نيجي نستعلم عن الدي اف هالايد كمان مره، نقول مثلا دي اف، بلاحظ انها رجعت. طب انا من شوي حذفتها، ليه رجعت؟ شو اللي صار بالضبط؟ هلا برمجيا اللي بيحصل انه هذا الكود اللي انا جهزته اوريدي هو عباره عن كود ينفذ temporary، يعني بشكل مؤقت، بيروح بحذف لك الاي دي بشكل مؤقت. طب شو السبب؟ السبب انه انت ما حطيته في مكان في اللوكيشن، او ما حجزت له مكان لوكيشن في الذاكره، تمام. احنا متفقين اي خطوه لابد انه احنا نعملها لوكيشن في الميموري، وبالتالي هو دي اف اصلا هيو انت حذفته بشكل تيمبوراري. بالتالي لما بدك تحذفه بشكل فعليا تثبته كل بساطه بدك تعمل الفاريبل تحدث مكانها في الذاكره، وبعد كده تاخذ الدي اف وتشغلها بهذا الشكل وتقول الدي اف. هلا انا ما بدي يعرض لي مثلا كل الدي اف تبعتي الموجوده، بدي يعرض لي بس اول 5 بس منهم. نشوف هذا عن طريق الميثود اللي اسمها دوت هيد، دوت هيد 5 مثلا اول 6، تمام. بنلاحظ انه اوريدي هالايد انحذفت الاي دي من الداتا سيت تبعتي، وهي هي عملية الدروبينج بكل بساطة. بستخدمها لما أنا بدي أتخلص أو بدي أحذف عمود مش معنية فيه أو ما بدي إياه، تمام. هلأ لو طلبت منكم تعملوا الدروبينج على الإيج كولوم وتنفذوها عندكم في الكود بتاعكم، فنفذوها وشوفوا شو بيصير معكم في كل حالة. حذفوها مرة مع الاكسس، مرة بدون الاكسس، مرة الاكسس يكون 1، ومرة تحفظوها في دي اف متغير، ومرة ما تحفظوها.
لهون بنكمل في الفيديو الجاي عن باقي البري بروسيسنج مع الداتا سيت.